في الحقيقة أنا في رمضان كنحاول نرتاح حيت يلا خرجت من دو تورناج اللي كانت عندي فيهم ما كنتش كنرتاح. لا العروسة كيكون عندي دو جوغ باغ سومين وعاد كيكونوا عندي بحال دابا نهار ولا يومين ديال الكوتشينغ باش كنوجدوا لو برايم كيسوي. دونك ما كنتش مرتاحة وفاش كنكون ما خداماش هذوك لي 4 جوغ اللي كيبقاو ليا كنكون ولا 5 جوغ كنكون خدامة في لو تورناج الاخر. دونك ما ارتحيتش كاع هاد لي 3 موا طيحت 6 كيلو كما قبيله قلتها لواحد لو فوتوغراف كان معنا في لالا العروسة. قلت له طيحت 6 كيلو قال لي ماشي مشكل على 7 المليون ديال المشاهده ماشي مشكل سي فري. الحمد لله ما ندمتش عليها غادي نرجعها وكنحاول دابا نرتاح في رمضان كنحاول نعس مزيان كنحاول ناكل مزيان ما كنديرش لي زاكتيفيتي ما نكذبش عليك في رمضان كنحاول نعطي الصلاه والعباده والراحه والصيام.